هذا؟ اليوم المرأة تضرب في سوق جميلة والناس ساكتين، لماذا هذا الخطوة؟ أين المشايخ؟ أين القبائل؟ أين الرجال؟ لماذا هذا السكوت؟ لماذا هذا الخضوع؟ لماذا؟ اتقوا الله يا أبناء اليمن، فلتخرجوا خلفية رجل واحد ضد الحوثيين، ضد الذين لا يخافون الله. إننا اليوم المرأة تنتهك عرضها داخل سوق جميلة. أين الناس؟ أين القبائل؟ ارحموا الناس، ارحمونا. خرجت حرائر اليمن في العاصمة صنعاء احتجاجا على استمرار هيمنة الحوثيين وممارستهم لأساليب الإرهاب والتجويع، إضافة لغلاء الأسعار وانهيار الريال، تنكيلا بالشعب. احتشدت العشرات من حرائر اليمن في شوارع صنعاء معبرات عن غضبهن من الممارسات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية من اعتقالات تعسفية وإخفاء للمعتقلين، ورددن هتافات لا حوثي بعد اليوم كتعبير عن رفضهن للحوثية ميليشيات ومشروع، ذلك أن جماعة الحوثي أوجدت الجوع والمخافة والمرض للشعب، ناهيك عن الموت العاجل والبطيء. أما العاصمة صنعاء فها هي الميليشيات تعمل على تحويلها إلى قرية تفتقر لأبسط مقومات الحياة. لا حوثية بعد اليوم، لا حوثية بعد اليوم، لا حوثية بعد اليوم. خرجنا تنديدا باستمرار نهب ميليشيات الحوثي لخزينة الدولة وفرض الضرائب الباهظة وإقامة الجمارك الإضافية والإتاوات تحت مسميات واهية كالمجهود الحربي، كل ذلك من أجل فرض سياسة التجويع على الشعب الذي لم يجد ما يسد رمقه. أما الثراء الفاحش لقيادات الحوثي وسعيهم لامتلاك وشراء الفلل والعمائر الفخمة والشركات النفطية والجامعات الخاصة فحدث عنه ولا حرج، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن اليمني من فقدان أبسط مقومات الحياة.